إنجاز تلو الآخر يعكس التخطيط السليم الذي تقوم به جميع هيئات الحكومة الذكية، ففي كل صباح تقترب المعاملات من منجزها خطوة أخرى ويصبح تخليصها أسرع وأسهل وفي متناول الجميع وعلى مدار الساعة وفي أي مكان، ذلك عبر التطبيقات الذكية التي تتنافس الهيئات والجهات الحكومية على تطويرها وتحديثها وجعلها أكثر فعالية وشمولية. تشاهدون في حلقة اليوم مقابلة حلقتنا لهذا الأسبوع مع سعادة حبيبة الحسيني مديرة صندوق الزواج بالإنابة، بطاقة تعريفية عن مركز الشارقة للوثائق والبحوث. تطبيقاتنا الذكية التي نستعرضها لكم لحلقة اليوم ستكون عن صندوق الزواج. في التقرير ننقلكم إلى عالم المستقبل حيث نستعرض لكم رؤى المستقبل. حرصاً على حفظ وتوثيق تاريخ إمارة الشارقة واهتماماً بالوثائق، أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة حفظه الله ورعاه بإنشاء مركز الشارقة للوثائق والبحوث، فقد قال سموه بأن إحياء التراث هو الركيزة الأساسية للثقافة، وللحفاظ على الركيزة جاء مركز الشارقة للوثائق والبحوث الذي يسعى إلى إثراء شغف المجتمع والباحثين عن إرث الإمارة وتاريخها. المزيد عن هذا المركز في بطاقتنا التعريفية. بطاقة تعريفية. تعد مسؤولية مركز الشارقة للوثائق والبحوث كبيرة جداً، حيث توكل له مهمة حفظ الوثائق وأرشفتها بصفتها قيمة وطنية وتاريخية ومرجعاً للباحثين عن تاريخ إمارة الشارقة خاصة وعن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. ويسعى المركز إلى أن يكون المرجع التاريخي لإمارة الشارقة ليتمكن من المساهمة في حفظ هويتنا وتراثنا لبناء مستقبل أكثر إشراقاً. وينتهج المركز خططا متكاملة مع خطط العمل المؤسسي للتنمية في إمارة الشارقة، ملتزما المعايير الفنية العالمية في حفظ الوثائق ونشر الوعي الثقافي والتاريخي بها. ويمثل المركز السلطة المحلية المختصة بشؤون الوثائق والبحوث والأرشفة بوصفه كيانا إداريا تتكامل رؤاه مع الجهات كافة في دعم آليات عمل الأرشيف ومكوناته وأدواته، معتمدا في ذلك على رؤى استراتيجية وخطط متكاملة مبنية على ثوابت الالتزام بالمعايير الفنية العالمية في حفظ الوثائق بآلية تحفظ تلك الوثائق وتيسر دراستها وتعمل على نشر الوعي الثقافي والتاريخي بها. ويحتوي أيضاً المركز على مكتبة متخصصة تهتم بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة خاصة وبتاريخ منطقة الخليج العربي بصورة عامة، كما تضم أكثر من 3500 عنوان للعديد من الكتب والمراجع العلمية ودوائر المعارف والرسائل الجامعية والدوريات العربية المتخصصة وقواعد البيانات الإلكترونية، وهي في مجملها تغطي مجالات اختصاصات المركز إلى جانب مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة. وتعمل المكتبة على اقتناء أحدث المصادر العربية والأجنبية من كتب ومراجع وتقارير وخرائط وأطالس مهتمة بتاريخ دولة الإمارات وبتاريخ الخليج العربي، وتهدف إلى توفير الدوريات العربية المتخصصة والإفادة من قواعد المعلومات العالمية لإمداد الباحثين بأحدث البيانات، كما تسعى إلى بناء علاقات تعاون مع المكتبات الأخرى ومراكز المعلومات والبحوث والجامعات داخل الدولة وخارجها. هذا وللمركز إصدارات على رأسها كتاب أسس إدارة الأرشيف الذي يعتبر بمثابة مرجع للعمل التوثيقي. ليست مجرد موظفة في أدائها لمهامها، فهي في عملها تنتمي إلى مؤسسة تحرص على ترابط مجتمع كامل وتصبو إلى الارتقاء بالوعي الأسري الهادف لبناء أسرة متماسكة، فهي تحاول جاهدة تطبيق كل رؤى صندوق الزواج بصفتها مديرته بالإنابة في مقابل
مقابلة اليوم سنعرفكم بها أكثر، إنها الأستاذة حبيبة الحوسني، فلنتابع. مقابلة. طبعا مؤسسة صندوق الزواج من المؤسسات الاجتماعية الاتحادية على مستوى الدولة، نفخر بالمؤسسة أننا مؤسسة فريدة من نوعها على المستوى الوطن العربي وعلى المستوى الخليجي، مؤسسة تقدم خدماتها لدعم الشباب وتكوين أسر، ميزانيتها من الحكومة وبدعم كامل. للمؤسسة العديد من الخدمات والأهداف التي تحققها من خلال الهدف الرئيسي اللي هو تشجيع زواج المواطنين من مواطنات، أيضا زيادة الارتقاء بالوعي الأسري الهادف للوصول إلى أسرة متماسكة من خلال البرامج والأنشطة التي تنفذها المؤسسة، سواء كان في الشقين الجانب المادي والدعم المادي والبالغ 70,000 درهم، والتي يتم منحها للشباب المواطنين المتزوجين من مواطنات لذوي الدخل المحدود، أيضا بجانب البرامج التوعوية والخدمات التوعوية التي تشمل برنامج إعداد الحملات الاجتماعية، الحملات الصحية، المنتديات الحوارية، اللقاءات أولياء الأمور. أيضا فئة طلاب المدارس لهم أولوية، لأن من ضمن المستهدفين في خطة المؤسسة بأنهم الشباب الذين سيكونون جيل المستقبل من خلال برنامج نحن في خدمتكم. كل هذه الفعاليات والأنشطة تقوم ضمن خطة عمل المؤسسة الاستراتيجية والتشغيلية. المتعامل هو المحور الرئيسي لأي مؤسسة، سواء كانت مؤسسة خدمية أو مؤسسة اجتماعية. دور المؤسسة في تقديم خدماتها يجب أن يتواكب مع تطلعات الحكومة الاتحادية بجانب تحقيق رؤية الإمارات 2021. ساهمت المؤسسة من خلال تقديم خدماتها اللي هي المادية والتوعوية من أوائل المؤسسات التي تقدم خدماتها إلكترونيا، حيث من العام 2009 والمؤسسة جميع الطلبات التي تقدم للمنحة تقدم أونلاين، أي أن المتعامل لا يأتي للمؤسسة إلا للضرورة القصوى، وفي بعض الحالات التي المتعامل بنفسه يرغب بالحضور. الآن والله الحمد أطلقنا التطبيقات الذكية تماشيا مع رؤية الحكومة، والله الحمد أنجزت المؤسسة التطبيقات على جميع الموبايلات أو الهواتف الذكية. ساهم طبعا هذه التطبيقات ساهمت بشكل كبير في استخدام التطبيق من خلال التسهيل على المتعامل في تقديم طلبه، سواء كان خارج الدولة أو داخل الدولة. وحاليا مثل ما احنا عارفين أن الشباب أصبح استخدامه للهواتف الذكية بشكل كبير، فهذه التطبيقات التي تقدم للشباب أو للمجتمع بشكل عام تساهم في تسهيل الخدمات لهم. حاليا المؤسسة تعمل على قياس رضا عن هذه التطبيقات، من أجل أول شيء كون أن التطبيقات أطلقت مؤخرا، في البداية سيكون هناك آراء ومقترحات من الشباب، لأن الشخص المتعامل هو أدرى بأي جهة من لتقبله للتطبيق، هل هو سهل الاستخدام، هل هو مبسط، يريد أن يضيف عليه أي برامج أو تطبيقات أخرى. كل هذا إن شاء الله خلال الأشهر القادمة سوف نلاحظه من خلال ربط التطبيقات بالبوابة الخارجية للمؤسسة. طبعا خدماتنا لن تتوقف، طالما أن هناك أسر وطالما أن هناك زواج جماعي أو زواج فردي لأبناء المجتمع، ستقوم المؤسسة بتقديم خدماتها والعمل على تطوير هذه الخدمات والحث لأجل إنشاء أسرة تساهم في تكوين المجتمع. رغم أن مؤسسة صندوق الزواج تقوم على الثوابت المجتمعية وتسعى إلى بناء أسرة متماسكة تحافظ على عاداتها وتقاليدها، لكن ذلك لم يمنعها من مواكبة التطور وإطلاق حزمة تطبيقات ذكية توفر أغلب خدماتها لعملائها وعبر منصات على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. وقد تمكن صندوق الزواج من توفير خدمات التسجيل لطلب منح الزواج والتسجيل بالأعراس الجماعية وطلب الإرشاد الأسري وتقديم الاقتراحات والملاحظات عبر تطبيق ذكي سهل وبسيط الاستعمال. المزيد عن هذه التطبيقات في هذا التقرير، فلنتابع. تطبيقات. أحدث تطبيق مؤسسة صندوق الزواج نقلة نوعية
في خدمة المتعاملين، فمن خلال تقديم الخدمات عبر التطبيق الذكي أصبح للمتعامل أن يحصل على الخدمة بكل يسر وسهولة وبدقة دون التوجه إلى مكاتب المؤسسة في أنحاء الدولة. يتميز التطبيق بتصميم مبتكر وسهل ومتجدد وسهل الاستخدام، ويمكن للمتعاملين استخدامه على جميع المستويات الثقافية. تطبيق مؤسسة صندوق الزواج تطبيق مجاني، يتوفر على منصات الاي او اس والاندرويد وبلاك بيري والويندوز، وبمجرد كتابة كلمة مؤسسة صندوق الزواج يمكن للمتعامل الحصول على هذا التطبيق. عند الدخول إلى التطبيق تظهر لديكم 6 خدمات في اللوحة الرئيسية. الخدمة الأولى معاملتي لتقديم طلب منح الزواج، ويوفر معلومات عن المنحة المالية والشروط والوثائق المطلوبة والتسجيل في الخدمة. برنامج إعداد أيضاً من الخدمات المتوفرة على التطبيق، وهو برنامج تأهيل للشباب المقبلين على الزواج والمستفيدين من المنحة المالية، ويمكن للمتعاملين الحصول على الجداول المحاضرات والتسجيل في البرنامج. الخدمة والخيار الثالث في التطبيق الأعراس الجماعية، وهو طلب المشاركة في العرس الجماعي، وأيضاً توجد هناك الشروط والوثائق المطلوبة. الخدمة والخيار الرابع الإرشاد الأسري، وهي لتقديم الاستشارات الأسرية. المشاركة الإلكترونية وهي الخدمة الخامسة، ويمكن الاطلاع على حسابات المؤسسة على وسائل التواصل الاجتماعي. والخدمة السادسة رأيك يهمنا، لتقديم الاقتراحات والملاحظات. التطبيق يضمن للمتعاملين الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة بكل شفافية ودقة وسهولة، ويلبي احتياجات تفوق توقعات المتعاملين امتثالاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة من أجل تسخير التكنولوجيا والاستفادة من الإقبال الهائل للجمهور على خدمات المؤسسة. تقريرنا لحلقة اليوم ينقلنا لعالم المستقبل في دراسة حديثة تحدد لنا 5 رؤى مستقبلية تشرح كل واحدة منها المنحى الذي سيأخذه عالمنا المعاصر مستقبلاً. المزيد عن مستقبلنا في هذا التقرير. تقرير 5 رؤى مستقبلية نعرفكم من خلالها على التغيرات التي ستطرأ على عالمنا القادم، ونقدم لكم نتائج دراسة سيناريوهات مختلفة عن بعض الخدمات اللوجستية 2050. يمكننا الشعور بأن عالمنا يتغير كل يوم في نفس الوقت، العديد من العوامل تؤثر عليه وبالتالي علينا بكل ما يتضمنه عالمنا من تكنولوجيات وبيئة وحتى ظروفنا الاجتماعية. معاً بقيادة خبرائنا توصلنا إلى رؤية عما قد يحمله لنا المستقبل، وبهذا ظهرت الخدمات اللوجستية 2050. انضموا إلينا في رحلتنا إلى سنة 2050 لنعرف ما الذي ستكون عليه الحياة اليومية في تلك السنة. لنكون جاهزين للمستقبل يجب أن نجد بدائل للحاضر، فلنوسع مخيلتنا ولننظر للأمام. السيناريو الأول: انهيار اقتصادي. العالم الأكثر سرعة. 2050 ببساطة منظر يحبس الأنفاس. أكثر من 9 ملايير نسمة تسارع لإيجاد الحلول للتغيرات الجوية. النمو المتسارع للتجارة العالمية يحدد سرعة العمل والاقتصاد. وسائل النقل السريعة تدعم العالم بمزايا أكثر، ولكن حرارة الأرض تتزايد، والحرب على الموارد والمدعمات أصبحت أسوأ. فهل هناك بدائل؟ السيناريو الثاني: كفاءة عالية جداً. سيناريو آخر أشارت له تقارير خبرائنا قد يكون عليه عالمنا عام 2050، حيث من الممكن أن نعيش حقبة خضراء طويلة من التفكير والفعل المستدام، تحضر وتمدن أكبر، بنايات أكثر تطوراً وقدرة، ولكن الكثير من الأراضي سوف تتلف. وبفضل التفكير المتحضر وطاقة المستدامة النقل سيكون أفضل وأسرع للإنسان والبضائع.
العالم قد أعاد خلق نفسه، سوف نتمتع بتفاعل لا محدود وتعاون شامل، ولكن هل يمكن للأشياء أن تأخذ منحا مختلفا؟ السيناريو الثالث، نمط الحياة المخصص. سيكون هذا العالم مصمماً من طرف السكان، حيث أن المستهلكين سيكونون هم المنتجين وسائل جديدة للتصنيع، وسوف تخلق ثورة في العالم، مما يستدعي حاجة أكبر لإعادة التدوير. ببساطة سيكون عالماً متميزاً بالتنوع. السيناريو الرابع، سياسة الحماية الاقتصادية. عالم معزول، حدود جديدة، حرب حول الموارد الطاقوية، عداوة بين الدول، واقتصاد منهار، فهل سيعيدنا المستقبل إلى الماضي؟ السيناريو الخامس، مرونة عامة وتكيف محلي. 2050، عالم جديد حيث تكون فيه الاستجابة للطوارئ أسرع، وحلول أحسن لمشاكل الناس، وتكيف أحسن مع التغيرات. العالم قد أصبح مرنا. سيناريوهات برؤى مختلفة، ودعونا نشكل عالمنا طبقا للقرارات التي نتخذها الآن، فلننتبه ولنحذر. تجربتنا العالمية لحلقة اليوم ليست من الخيال العلمي، لكنها من الحقائق العلمية التي سنعيشها في زمن قريب. فالعالم في تطور مستمر وغير قابل للسيطرة عليه. تجربتنا العالمية ستصبح معممة على الجميع وفي كل مكان، لكنها فقط تحتاج إلى بعض الوقت ليصبح بعدها عالمنا كله من زجاج، وتصبح الحياة أكثر بساطة وسهولة. فلنتابع. تجارب عالمية. حين يصبح عالمك من زجاج، وحين يصبح المستقبل أمام عينيك، وما يحدث في الجهة الأخرى من العالم منقول لك على المباشر وفي كل مكان وزمان، دون الحاجة إلى صحافة ولا كاميرات تلفزيونية، فمؤكد أنك وصلت إلى عام 2050 الذي سيكون فيه المستقبل مختلفاً تماماً عن الحاضر. فالعالم ساعتها من زجاج. نعم، هو عالم مكون من شاشات زجاجية تنتشر في كل مكان، لها القدرة على التصوير وعلى نقل الأحداث والمعلومات. ألواح زجاجية في البيت تمكنك من التواصل مع العالم الخارجي والاطلاع على بريدك الإلكتروني وإرسال الرسائل. زجاج السيارات هو الآخر، أصبح ذكياً ويمكن التواصل عن طريقه. لا يتوقف الأمر هنا، فالزجاج الذكي يملأ الشوارع، ينقل درجات الحرارة وأخبار العالم. في المستشفيات وبفضل تكنولوجيا الزجاج الذكي، أصبح الطب أسهل وأكثر تطوراً، ويرجى منه أحسن النتائج. فبفضل اللوحات الزجاجية الذكية يمكننا الاستغناء عن العديد من الأجهزة الثقيلة وغير الأنيقة. فاليوم المصنوع من الزجاج الذي وصلنا بفضل رؤية كورنينغ للمستقبل، جعل الأسطح الزجاجية التفاعلية تملأ كل شوارعنا، ومكننا من التسليم السلس للمعلومات في الوقت الحقيقي. إلى هنا مشاهدينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لنهار اليوم، بعد أن قدمنا لكم من خلالها كما من المعلومات عن التكنولوجيا والذكاء، وانتقلنا معكم بها في جولة نحو المستقبل دون أن نهمل أخبار الحاضر، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل. في أمان الله.
وظيفة الحكومة يا الأخوة هي تحقيق السعادة للمجتمع وتوفير الوظائف والفرص وتسهيل حياة الناس، كل ذلك يحقق السعادة للناس.